حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد نشأ من توحيد تقريب أساساً مجموعتين كبار داخل الفضاء الوطني الديمقراطي مع بعض المناضلين الفرادة ولا في مجموعات صغيرة جداً. بعد 4 سنين ما زلنا نلاحظ أنه هذه المكونات ما زالت موجودة زخمها البشري الأساسي ما زالت موجودة داخل الحزب، وبهذا المعنى الوحدة ما زالت موجودة. هل هنالك مجموعات أخرى التحقت؟ لا، لم تلتحق بعد. هل أغلق مسار التوحيد؟ لم يغلق، ما زال مفتوح، حتى المؤتمر ما زال يتحدث على أنه نحن ما زلنا سوف نبذل جهود من أجل استيعاب أكثر ما يمكن من المناضلين الوطنيين الديمقراطيين اللي هم خارج حزب الوطنيين الديمقراطيين. على مسار الوحدة لا أعتقد أنه ثم تأثير كبير على مسار وحدة الوطنيين الديمقراطيين، ما لا أعتقدش أنه ثم تأثير كبير على معناها ورشة أخرى فتحها الشهيد شكري بالعيد، هي توحيد اليسار، يسار الثوري. هذا هنالك تأثير حقيقي، لأنه غيابه في لحظة معينة جعل هذا المحور يوخر التالي شوية، والحزب والمناضلين تاع التيار الوطني الديمقراطي وكأنهم انكفأوا على أنفسهم للحفاظ على وحدتهم هم أولاً، والحفاظ على حزبهم والدفاع على أنفسهم في مرحلة أولى، ثم رجعنا للحديث على وحدة اليسار في الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد شكري بالعيد. لا يمكن أن نكون نحن حزب لا يؤمن بالديمقراطية والتداول على المواقع ونخرج للناس نقول ما احنا رانا نحبوا التداول والوحدة والتصويت إلى آخره، ولذلك احنا قلنا هذا الأمر يجب أن نشرع في تطبيقه على أنفسنا، نشرع للتطبيق في التطبيق على أنفسنا لنعطي المثال لأرواحنا بداية ولرفاقنا الأقربين ولعموم الساحة السياسية الديمقراطية والتقدمية بما في ذلك الجبهة الشعبية. بقي احنا الجبهة الشعبية نعرف كيف بنيت الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية بنيت بإرادة أحزاب سياسية بعينها، ولذلك احنا التفكير عميقا في هيكلة الجبهة وتنظيمها أحالنا إلى تصور أولي هو أن التجربة الأولى بتاع الجبهة أحالتنا إلى تصور أولي هو أن يكون الجميع ممثلاً تمثيلاً معناها أدنى مضمون للجميع لكي لا يقصى أحد، لكن ثم تمثيل آخر يجب أن يكون يراعي الدور والتأثير والحجم والتمثيلية إلى آخره، وهذا يفتح باب التنافس النزيه بين مكونات الجبهة الشعبية. هذا من يجبش يكون بين عشية وضحاها، لأنه ثم رواس وثم مخاوف وثم إمكانيات يمكن حتى تهدد بعض الأطراف بمشاكل داخلية. دونك احنا تصورنا لإرساء الديمقراطية داخل الجبهة مش شكلي، معناها تنصوت وشكون يطلع إلى آخره، لا، فيه مراعاة وحدة الجبهة الشعبية، فيه تثمين دور الأحزاب، وفيه أيضا تثمين دور المناضلين فرادة داخل الأحزاب، وفيه ضمان لتمثيلية المستقلين. هذا كله كيف نعجنوه يلزم نلقاه تصور يضمن أن تكون الجبهة واسعة منتشرة، الناس كل تساهم في صياغة القرار بشكل أو بآخر، الناس كل تنجم تترشح لكل المواقع، فماش موقع معناها أصبح حبس على شخص دون آخر، لأنه الجبهة كيما اليوم عندها مناضلين وعندها قيادات، ثم جيل أخرى باش تجي وباش تتدرب وباش تنافس على هذه المواقع، ويجب أن نضمن لها حقها في أنها تترشح لهذه المواقع. الخط السياسي ماهوش موضوع جدل، لأنه هذا جدلنا فيه طويلا
واليوم هو موضوع اتفاق ومصح عليه الناس، صح عليه الأطراف. ما هو موضع جدل؟ هو إدارة الشأن السياسي اليومي، يعني المواقف اليومية، بعض التعرجات اللي تجي، تكتيكات الممارسة السياسية اليومية. هذا مجال يتم فيه الاختلاف حتى داخل الحزب الواحد، مش داخل الجبهة برك، كل حزب داخل جبهة. وأنا أذكر أنه ثم محطات كان فيها جزء من حزب بعينه داخل الجبهة في موقف، وجزء آخر من حزب آخر في موقف، وكان أجزاء أخرى في مواقف أخرى. يعني هذا مجال المختلف، وهذاك هو اللي يجب أن نديره بشكل عقلاني وبشكل جدي وبشكل ديمقراطي. أنا ساعة نزيد نأكد أنه الخلاف ليس حول من الموقف السياسي، لأنه منجي ما قالش أحنا راني مع حكومة يوسف الشاهد ومع برنامجها، ما قالش هذا. قال راني عندي خلاف مع كيفية التعاطي مع المسار هذا في اليومي وفي الردود التكتيكية حول بعض المواقف. وأين يكون الأمر؟ ما تم التعبير عليه هو رأي تاع مناضل داخل الجبهة الشعبية، يمكن ما يعجبش البعض، يمكن يعجب البعض إلى آخره، لكن الأكيد والمؤكد أن المسألة لن تحسم في قناة الإذاعية، المسألة باش تحسم في أطر الجبهة الشعبية. ثم مجلس مركزي، وثم ندوة وطنية، وثم تنسيقيات جهوية ملقى على عاتق المجلس المركزي اللي خرج من ندوة ثالثة أنه يعيد بنائها في أجل معلوم، واحنا رانا ما 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 مرتبطين باجل حددته الندوه الثالثه، هو انعقاد ندوه اخرى بعد 6 شهور من انعقاد الندوه ذيك. ثم بعض التاخير اكيد، هذاك هو قدرتنا وذيك هي امكانياتنا، لكن الشيء الاكيد ما ثماش واحد راضي على وضعيه الجبهه، فماش واحد يقول راه هذه وضع مثالي والاخر يقول لا وضع ماساوي. لا، ثم خلافات، ثم وجهات نظر تنجم تكون متباعدة بعض الشيء، لكن في نهاية الأمر كل يقر بأن الوضع الحالي متاع الجبل ليس الوضع الأمثل وليس الوضع الذي يستجيب لطموحات التوانسة. الجبهة شكلتها أحزاب مع مستقلين وسوف تظل كذلك، معناها هذه مسألة واضحة، معناها هذا لا يضير في شيء أنهي تنجم تنفتح على طيف واسع من التوانسة والتونسيات. معناها ما ثماشي إما جبهة أحزاب ولا جبهة الناس كلها، مش جبهة الناس كلها. جبهة احنا بنيناها لكي تكون جبهة الأغلبية الساحقة من التوانسة اللي ترى عندها مصلحة في إنجاز أهداف الثورة، لأنه ما ننساوش الجبهة رأي اسم الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة. واليوم يبان أنه تحقيق هدف الثورة مثلا مش تماما لم تتحقق في بعض الأيام ولا في بعض الشهور، ولذلك يلزم أن الناس تعدل نقلها باش تفهم اللي هذه مرحلة، وأن الجبهة تعيش في مسار، وأن تعيش هينات وتعيش ارتداد مرات وتعيش فترات مدددة. التقدير أن الجبهة اليوم منحسرة تماما مش صحيح. احنا انا ندوروا في الاسواق وندوروا في كذا ونلقى الاحترام والترحيب، رغم النقد هذا موجود النقد، لكن نلقى اللي الجبهه اليوم اصبحت رقما سياسيا يثق فيه جزء كبير من التوانسه، ينجموا يختلفوا معاه ولا يخافوا منه، لكن يعرفوا انه الجبهه عنوان سياسي حقيقي ما يرتدش على مواقف، متمسك بثوابته ومدافع على مصالح الكادحين في تونس. جبهة تخمم في السلطة خارج ردود الأفعال تجاه حركة النهضة والإسلام السياسي بشكل عام، لأنه احنا نرى السلطة شو السلطة هي؟ يعني السلطة اليوم السياسية هي أنه أنت تكون قادر على إنفاذ برنامج يخدم مصالح معينة في المجتمع. يعني أنا اليوم وقت أطرح السلطة من وجهة نظر بعض الأحزاب الديمقراطية، يعني أنا أكون شريك في حكومة تنفذ برنامج معادي لمصلحة 95% من التوانسة. بهذا الشكل نحن لن نشارك في السلطة مدام هكذا برنامج مازال هو يحدد
الممارس السياسي في تونس، وهذا تقول فيه جبره، مش تقول فيه حاجه اخرى، مش تقول حركه النهضه ومش حركه النهضه. يعني انك تحكم تونس اليوم، تحكم في تونس، ماذا يعني ذلك؟ هاك شاد وزيرو، هل انت حقيقه سيد الموقف في تونس؟ لا، اسياد الموقف هم خارج تونس، وبهذا المعنى الجبهه ما تنجمش تحكم، وهي باش تكون خانعه الناس خارج تونس. ولذلك احنا ما نجموش نحكم في تقديرنا خارج الفوز في الانتخابات على قاعدة دعم ائتلاف شعبي عريض برشا ومتين وفهم علاش وين ماشيين وش يلزمنا نعمل.